السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. فيديو توضيحي عن الإشاعات اللي طلعت على موقع التواصل الاجتماعي وكثير من التعليقات إن كان على الفيسبوك أو على اليوتيوب بخصوص بيع مباراة سوريا والإمارات. بصراحة قضية كثير كبيرة، فحبيت إني أطرح هذا الموضوع بيني وبين حضراتكم، وكمان هذا الفيديو موضوع للنقاش. جتني كثير من التساؤلات وكثير من التعليقات، كنت فاتح بث مباشر على قناتي، فكم هائل من التعليقات اللي عم تسأل شو حقيقة بيع مباراة سوريا، وخاصة في ناس عم يعلقوا لو شارك إبراهيم العلمي معناتها المباراة من باع. طب أنا راح أوضح شو حقيقة هاي الإشاعات اللي طلعت. برجع بكرر إنه هذا الفيديو فقط للتوضيح، مشان ما يدخل حدا على التعليقات ويقول أنت كذاب وما بعرف شو. فقط علي إني أنوه إنه شو حقيقة الإشاعات اللي طلعت أو التعليقات اللي عم تنكتب على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان فيسبوك أو يوتيوب. كم كبير من التعليقات، كم هائل بصراحة، فاضطريت اني اعمل هذا الفيديو عشان اوضح بعض الامور. لا في بيع ولا في شراء ما بين مباراة سوريا والامارات. بصراحة ان كان هذا الموضوع جد فيعني دمار للمنتخبين. انتوا مستهونين شو يعني كلمة بيع وشراء؟ فجريمة بحق الكرة الاسيوية، جريمة بحق المنتخبات العربية ان كان المنتخب السوري او المنتخب الاماراتي. بصراحه يعني دمار. شو معنى الدمار؟ قد تصل العقوبه لتجميد الكره ان كان بالامارات او بسوريا. شو يعني تجميد؟ ايقاف المشاركات الخارجيه على صعيد الانديه، كاس الاتحاد الاسيوي، دوري ابطال اسيا، الغاء نتائج تصفيات كاس العالم، طرده من نهائيات كاس اسيا 2023 بالصين، تجميد الكره لمده 4 سنوات. في حال تجميد الكره على الكرة السورية أو الإماراتية سلام. فالموضوع كثير خطير يا أخواتي، والله هذا الموضوع خطير جدا. وعلى ذلك رح يكون في عقوبات مالية على الحكام، على الإداريين، على أي شخص يكون له صلة بهذا الفساد اللي عم يصير. وحتى الاتحاد الآسيوي رح يكون مسؤول على هذا الشيء. طبعا في لجنة مختصة تجي من الفيفا بتحقق لكاي كل هالأمور، مين المتسبب، مين الدفع المصاري، مين اللي باع المباراة، أشخاص المتورطين إن كان حكام، إداريين، مراقبين المباراة، أعضاء من الاتحاد الآسيوي. فجريمة كتير كبيرة بصراحة. لا حدا يستهون إنه والله باعوا مباراة أو اشتروا مباراة. أنتوا مستهونين كلمة بيع وشراء؟ إذا بالأندية أحيانا نسمع بدور الإيطالي أو الدور الإنجليزي في ما قبل 2007-2008 صار في بيع وشراء ودفع أموال للحكام، فهبط النادي أحد الأندية الدوري الإيطالي إلى الدوري الدرجة الأدنى، وحتى يعني سمعت إنه شطب النادي. أمر مريع، أمر خطير جدا، قصة بيع أو شراء مباراة ما بين سوريا والإمارات. فبالنهاية هذا عار على الكرة السورية أو الكرة الإماراتية. إذا نحن بجهدنا أو الإماراتيين بجهدهم ما وصلوا لهدفهم، فما كل شيء بالمصاري يا جماعة. صح الاتحاد الإماراتي غني، عنده فلوس كتيرة، ولكن مو مضطر أنه يشتري مباراة، مو مضطر أنه يدفع مصاري لسوريا بشان شو؟ بشان يخسر هو يتأهل للملحق أو يكمل التصفية. فعار على الكرة السورية أو عار على الكرة الإماراتية. مثل ما حكيت، إذا نحن بجهدنا والإماراتيين بجهدهم وبعرق جبينهم ما وصلوا لهدفهم، فيعني عيب أنه يلغوا، خلاص يلغوا شيء اسمه كرة قدم عندهم. فبصراحة أمر مريب جدا، فحبيت أني أوضح هذا الموضوع الخطير. يعني لا في بيع ولا شراء. الحمد لله الكرة الإماراتية معروف عنها النزاهة، الكرة السورية معروف عنا النزاهة. نحن بما قبل الألفينات تقريبا كانوا يغشوا بأعمار اللعيبة، وأغلب المنتخبات العربية بفئاتها العمرية كانوا يغشوا بفئات العمرية. فهذا الشيء يعني شيء مضى، ولكن اليوم بالتكنولوجيا، بتطور العلم، بكل شيء يعني صار في تطور. القضية من فيه جملة وتفصيلا قضية بيع وشراء مباريات مع بين منتخب سوريا إن كان الاتحاد الإماراتي دافع أموال لسوريا مشان يخسروا، فالجريمة كتير كبيرة بحق الطرفين. برجع بكرر، إذا واحد ما وصل لهدفه بعرقه وبكد يمينه، فحرام إنه يكون عندك كرة، أو حرام يكون عندك شيء
أسماء لعيبة، أمر منفي جملة وتفصيلة. مثل ما حكيت عملت هذا الفيديو عشان أريح الناس، أريح كل واحد عم يكتب تعليق إنه في بيع وشراء. اللهم بلغت، اللهم فشهد. طب خلينا نروق مع بعضنا بكاسة متي، خلص يعني الفيديو كان على أعصابنا شوي، حبيت إني أريحكم. وهي كاسة متي مع عمك أبو هاني، كمان أنتوا اعملوا متي واشربوا، متي صحية جدا، لا فوائد، فوائد لا تعد ولا تحصى. هي نقطنا على حالنا كمان، يلا مو مشكلة. المهم مثل ما حكينا من في جملة وتفصيلة حبيت أعمل هذا الفيديو. جاني تعليق بالفيديو الماضي اللي حكينا فيه عن من هو المدرب البديل في حال رحيلتي تفاليريو، تعليق من الأخ محمود شوقي، اسم جميل بصراحة، بحب شيء اسمه شوقي. أبو هاني الغالي حياك الله يا عمري، أنت الغالي، معقول هلق ما توقع العقد؟ الزلمة بده يضمن حقه. معقول هلق الزلمة بدون عقد؟ نحن يا جماعة كذابين. حياك الله أخي محمود شوقي، صراحة تعليقك جميل. نحن حكينا بالفيديو الماضي أخي محمود إذا بتتذكر 40 يوم أو أكثر من 40 يوم ما تم توقيع العقد مع تيتا فاليريو، فهذا عيب بحق الكرة السورية، عيب بكل شيء عم يشتغل بالكرة السورية. توقيع العقد مجرد ساعات، ساعة واحدة جلسة ما بين الأطراف المتعاقدة والمدرب، عنا واحد اثنين ثلاثة، عندك واحد اثنين ثلاثة، اتفقنا كان بها ما اتفقنا، كل واحد يروح بحال سبيله، هذا الحل الأفضل. بس انك تلعبوا كأس العرب، تلعبوا معسكرات، تلعبوا مباريات ودية ولهلق ما تم التوقيع العقد معه، فعيب اللي حبصير. انا حكيت بالفيديو الماضي كل التفاصيل، اذا بتحبوا تشوفوا الفيديو موجود بأول تعليق. النقطة الأخيرة اللي حاب أحكي بهالفيديو، قريبا جدا مثل ما حكينا رح نبلش بفقرة ببساطة أفكار جميلة، أفكار إبداعية لتطوير الكرة السورية. حتى هي الفقرات الصغيرة مدة دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة، ما رح يتجاوز أكثر من هيك، رح ننشرها على الفيسبوك إن كان على صفحة الخاصة أو على مجموعة سما سبورت الرؤية الجديدة للرياضة، رح نطرح فيها أفكار حلوة. وحتى يعني أنا بستنى تعليقاتكم، إذا في أفكار مطرحة بفيديو وننشرها إن كان على القناة أو على المجموعة. فهذا الفيديو اليوم إن شاء الله ينال إعجابكم. السلام عليكم، تابعين قناة سما سبورت.